حضرتنا اليوم بعنوان الاعتماد المستند. إن أسلوب أو إن الأسلوب المعتمد في تمويل الاعتماد المستند في البنوك الإسلامية كما هو كما يلي: واحد، إذا كان الاعتماد ممول ذاتي من قبل العميل أي مغطى بالكامل، كان دور البنك الإسلامي في هذه الحالة هو دور الوكيل بالآجل. نشرح النقطة هذه. في حال أن الاعتماد ممول، يعني أن العميل هو دافع قيمة التمويل، جايب مبلغ مالي بالعملة المحلية وقيمة الاعتماد المستند كاملة، المطلوب من المصرف الإسلامي اللي هو دور الوكيل بأجل، هذا بمقصود بممول ذاتية، أي لا يتقاضى الشيء اللي هو المصرف سوى عمولة فتح الاعتماد والمصاريف الفعلية الأخرى. هذا بما يخص المصرف، أي لا يتقاضى أي شيء سوى عمولة فتح الاعتماد والمصاريف الفعلية الأخرى، ولا يتقاضى أي فائدة عن المبلغ الذي يدفعه كتصبيق أو كتأمين نقدي إلى البنك المرسل قبل استلامه للمبلغ من العميل، وكذلك خلف للبنوك التقليدية، كما لا يتقاضى فوائد عن الزيادة الطارئة على المبلغ وفي انتظار تسديدها من قبل العميل باعتبار البنك قرض حسن له. يعني البنك في الحالة هذه، في حالة حتى لو أن صارت اضطرت عملية زيادة طارئة، ففي هذه الحالة بيضطر المصرف يزيد جزء من المبلغ، ولكن لا عليه فوائد ولا عليه أي تسديدات، وإنما فقط لأنه يعتبر قرض حسن، والقرض الحسن ليس عليه فوائد، لا توجد فوائد على القروض القرض الحسن. هذا بما يقصد به النقطة الأولى في حالة العميل ممول ذاتي. النقطة الثانية، إذا كان الاعتماد ممول جزئيا من قبل العميل، فإن البنك يقوم بدفع باقي من قيمة الاعتماد عند تسليم المستند. يعني في حالة أن ممول جزئيا، يعني أن المبلغ الاعتماد المستندي جزء منه حيدفع الزبون أو العميل أو طالب الاعتماد، والجزء الثاني سوف يدفع عن البنك كمبلغ بالعملة المحلية، ويدخل شريك مع العميل. في الحالة هذه المصرف حيدخل شريك مع العميل في العملية هذه، في هذه العملية على أساس شروط المشاركة، حتنحسب للمصرف الإسلامي عملية مشاركة مع الزبون أو العميل في حالة دفع جزء من الاعتماد المستند. أي العميل شريك بالعمل وبجزء من رأس المال، بينما البنك شريك بالمال فقط. وضح لك عملية الشراكة كيف تتم، إن العميل شريك بالعمل والمال، ولكن البنك هو شريك بالمال فقط لا غير. يحصل العميل على نسبة من الربح مقابل العمل، وباقي يوزع بين الطرفين حسب حصص رأس المال أو حسب الاتفاق. دائما لاحظتوا في الاتفاق عامل ضروري جدا جدا في عملية البيع والشراء وعمليات المرابحة وما شابه ذلك. ثلاثة، إذا كان الاعتماد ممول بالكامل من قبل البنك، ففي هذه الحالة تكون العملية بالنسبة للمستورد بيع بالمرابحة. نرجع للنقطة الثالثة، إذا كان الاعتماد ممول أي مدفوع بالكامل من قبل البنك، يعني المبلغ كامل دافع البنك، ففي هذه الحالة تكون العملية بالنسبة للمستورد بيع بالمرابحة. ونرجع لذاكرتنا لعملية البيع بالمرابحة، أي أن المصرف سوف يقوم بشراء ودفع قيمة الاعتماد وشراء البضاعة وجيب البضاعة ومن ثم بيعها إلى الزبون أو العميل حسب الاتفاق وبسعر ما اتفق عليه وبسعر معقول جدا بسعر السوق. زين نقرأ هاي، إن المصرف يقوم باستيراد السلعة باسمه ليعيد بيعها إلى العميل كيف ما قلنا، وذلك بعد الاتفاق على مواصفات السلعة وبقية الشروط. يعني عملية المرابحة مفروض من كثر إن احنا قلناها في المحاضرات السابقة يكون عندنا عليها فكرة بعملية إن المرابحة اللي هي شراء السلعة ثم بيعها للزبون بعملية اتفاق مع زيادة أو ربح معقول أو ربح متفق عليه. هذا بما يخص الاعتماد المستند في هذه الجزئية.
هذا هو الاعتماد المستند. عنوان جديد: بطاقات الائتمان. بطاقات الائتمان، إن البديل لهذه البطاقة لا يتصور فيها أن يكون مغايرا تماما، فيما أمكن تعديله لا يحتمل تبديل، فتكون الصورة المعدلة هي البديل الشرعي الذي يكون بدوره منزل عن المحظورات الشرعية، ثم إجراء تعديلات على شروط التعامل لهذه البطاقة، وخاصة شروط الفائدة التأجير، حيث تم حذفها كما تم ربط البطاقة بحساب حامله العميل مع التزام العميل باشتمال حسابه على ما يكفي لسداد المبالغ المترتبة على استخدام البطاقة في الشراء أو السحب النقدي ما سبق أو عند وصول الفواتير. وإذا لوحظ عدم كيفية رصيد الحساب، شعر العميل لتسديد تلك المديونية واعتبر هذه المبالغ بمثابة قرض حسن. هذا بما يخص بطاقات الائتمانية في المصارف الإسلامية. قال شروط الفائدة وعمليات التأجير، حيث تم حذفها كما تم ربط بطاقات بحساب حاملها العميل مع التزام العميل باشتمال حسابه على كيفية سداد المبالغ المترتبة على استخدام البطاقة من شراء أو سحب نقدي أو ما سبقه عند وصول فواتير. وإذا لوحظ عدم كيفية رصيد الحساب، شعر العميل لتسديد تلك الديون واعتبار هذا المبلغ بمثابة قرض حسن، لأن القرض الحسن ليس عليه فوائد، وأن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفوائد، وإذا حدث قرض فإنما يحدث على شكل قرض الحسن، ويمكن حصر أطراف التعامل في البطاقة. من هم الأطراف الذين يتعاملون في البطاقة المصرفية؟ حامل البطاقة، مصدر البطاقة بيت التمويل، أصحاب المتاجر أو الشركات التي تقبل البطاقة، البنك، التاجر أي البنك الذي يتعامل معه التاجر، المنظمة العالمية التي ترعى البطاقة، فيزا كارد أو ماستر كارد. ويتم التعامل بين هذه الأطراف بالشكل التالي: تبرم اتفاقية بين المنظمة العالمية التي ترعى البطاقة فيزا أو ماستر كارد وبين البنك الذي يخول بموجب إصدار هذه البطاقة. بعدين يصدر البنك بطاقة للعميل، بعدين يقوم العميل يستخدم العميل بطاقته في المتاجر بيع شراء سحب، ويقوم التاجر بإيداع فاتورة البيع في حسابه لدى البنك التاجر، وتكون هناك عمولة متفق عليها بين التاجر والبنك، ولكن هذه العمولة لا تتجاوز أي عملية فوتة. ما نراه أن تكون اشتراك سنوي بما يسمى رسوم عقوبة. يرسل البنك التاجر للمنظمة التي ترعى البطاقة جميع حركات المالية وتتم المقاصة خلال نفس اليوم. يتم تحصيل الفاتورة من البنك المصدر للبطاقة لصالح البنك الآخر. عندما يستلم البنك المصدر للبطاقة الحركة المالية بالتفصيل، يخصم المبالغ من حساب العميل مع حساب عمولة في حالة استخدامها خارج البلد. هذا مما يقصد العام بطاقات العادية المحلية التي تقوم بالبيع والشراء وعمليات السحب في المصارف الإسلامية. عملية بسيطة جدا جدا، لا توجد عليها فوائد، وإن حدثت عملية تسديد دين أو شراء دين فإنه يعتبر بمثابة قرض حسن. العمولة متفق عليها، عملية اتفاق، كل عملية اتفاق. موضوع بسيط جدا جدا بما يخص عملية المصارف الإسلامية في عمليات بطاقة الائتمان أو البطاقة المصرفية في المصارف الإسلامية. النشاط المصرفي الخارجي. عنوان رئيسي: النشاط المصرفي الخارجي. إذا كانت معاملات المصرفية بين البلدان العالم الإسلامي التي تسير حسب الشرع فهذا ينطبق عليه نفس المعاملة المصرفية الداخلية أو استبدال الفائدة بالمضاربة. أما إذا كانت المعاملات
مع بلد غير إسلامية والتي تتعامل معها سواء بعض قروض تمويلية لبعض النشاطات الإنتاجية أو إنتاج السلع لم نصل إلى إنتاجه. فتكون في هذه العملية تكلم عن نشاط المصرف الخارجي بما يخص المعاملات المصرفية، فإن استبدالها من الفائدة إلى مضاربة، لأن الفائدة حرام، معاملتها في المصارف الإسلامية حرمت الفائدة، لأن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفائدة، والفائدة حرام حرمت في القرآن وحرمت في السنة. ولكن في عمليات التعامل بين البنوك الإسلامية عن طريق التعامل مع بنوك مع معاملات خارجية لدى الزبائن أو لدى العميل لدى المصرف، فهناك تكون عدة عوامل أو عدة شروط توفرها لتتم عملية التعامل أو عملية المعاملة المصرفية. يشارك رأس المال الأجنبي في مشروعاتنا الإنتاجية ونقسم الربح معه أي حسب النسبة المتفق عليها بعد حساب المصروفات وخصم الاحتياطيات. تحسب العملية ويتم إنجازها، وهي في عملية ناجحة جدا جدا، ويجوز التعامل بها في المصارف الإسلامية. إذ لم يوافق رأس المال الأجنبي على ما سبق، فهناك طريقة أخرى هي عدم أخذ فوائد ربوية على قروض من إنتاجية الآلات والمعدات إنتاجية، وإنما الزيادة في ثمنها زيادة تتناسب لأجل الذي بعده يسدد القرض، أو حتى تصبح معاملتنا وتتم خالية من الشوائب الربوية. هكذا تتم المعاملة وتتم عملية المشاركة في حالة موافقة على هذين الشرطين بين العميل الأجنبي أو رأس مال الأجنبي والمصرف الإسلامي الذي تقوم لديه هذه المعاملة ويقوم بهذه المعاملة لدى العميل أو الزبون. هكذا في المعاملات الخارجية، لأن لا يمكن التعامل بالفائدة في المصارف الإسلامية، حرمت الفوائد في المصارف الإسلامية، فعلينا أن نتبع الطرق من يحددها، وهي عن طريق الكتاب والسنة، عن طريق المحكمين الشرعيين، المدقق الشرعي، عملية قانونية، عملية اقتصادية، محاسبية، ولكن يتم إرجاحها والحكم فيها عن طريق المحقق الشرعي أو المدقق الشرعي أو عن طريق الفتوى الشرعية بما يتناسب هذه المعاملات. هذا بما يخص التعاملات في المصارف الخارجي أو المصارف الإسلامية في التعاملات الخارجية مع رأس المال الأجنبي.